يا سلام الله سلام على عز وفخر بالاسماء حسب القدر للتواصل 0535-3334 جهزوا كل المباخر وزيدوها جمر ورحبوا بالليل غنى بعطل العروسة لتنفيذ جميع الشيلات والزفر بالأسماء حسب القدر للتواصل 0533-4808-01 يا سلام الله سلام على عز وفخر ابتدي بأول الكاف واحب الركاب جهزوا كل المباخر وزيدوها جمر رحبوا بني لبنى بعطوا للغياب يا هلا بسعسل بنت فهد وقلب الصدر مرحبا بك يا هلا عد نهمل السحاب يا ولد شيخ يروف المعالي بالسطر رمز دايم للشجاعه ونايم جميها رمز للنخوه وفيها جماعه الشجر والصفات الطيبه تجتمع بالاصلاح والكلام مستعد جامع اعتبر انسان تجاوبك ما يصد عن الجواب رحب الليلة وساق القصايد والشعر والقصايد لك لعينيك في هالمحفل تجار يا هلا باللي تغرب وطول بالسفر يا هلا بسعد الرب الفتوة والشباب راح يضم الصيني واليوم بس يروح حصر قاضي ببرع عسكرية وليها بالصعاد نازل القمة شهر والهزيلة شامع عنها ونزل حامية حامي الدار ودينه من اسهم الخطر الوطن والدين لجلاه يقصون الرقاب يا فخر كل الجماعة ويا رب الفخر يا وريث العز والطيب يا سمح الجناب يا سلام الله سلام على عز وفخر ابتدي بأول الكاف واحب الركاب جهزوا كل المباخر وزيدوها جمر رحبوا بل لبنى بعطوا للغياب يا هلا بسحسن بنت فهد وقلب الصدر مرحبا بك يا هلا عد نهمل السحاب يا ولد شيخ يروف المعالي بالسطر رمز دايم للشجاعه ونايم جميها رمز للنخوه وفيها جماعه تفتخر والصفات الطيبه والهزيلة شامع عنها ونزل حامية حامي الدار ودينا نسهم الخطر الوطن والدين نجلاه يقصون الرقاب يا فخر كل الجماعة ويا رمز الفخر يا وريث العز والطيب يا سمح الجناب يا وريث العز والطيب يا سمح الجناب لتنفيذ جميع الشيلات والزفات بالأسماء حسب الطلب للتواصل 0533-4802-1 لسنا الوحيدون ولكننا الأفضل.